سيداتي يعني نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معكم محمد زرزة إيجيبشن فيش توك، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس. النهاردة إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا بقى ملفناش على الأحواض، وشفنا إيه اللي حصل من حاجات أهملت وحاجات بقى كويسة وحاجات بقى جديدة، وبدلنا حوض مكان حوض، كلام كتير جدا هنقوله النهاردة إن شاء الله. فإحنا هناخد الأحواض بالدور، اللي أنتوا شايفينه ده الحوض الول ستاد اللي إحنا عملناه الأول، ما كانش فيه فلترة وما كانش فيه أي حاجة خالص بسبب مغذيات الفيرمي الكتير. وممكن سيناريو الول ستاد يتعمل بحاجه غير الفيرمي مثلا، تكون اقل في الريليس او ضخ كميه المغذيات دي، لان هو فعلا ضخ كميه مغذيات كبيره جدا، خلى الميه بقت جرين ووتر على طول. جربت كل حاجه ما راحتش، فقررنا نستعين بتوين ستار. توين ستار بقى فيه اقاويل كتيره جدا جدا، في ناس تقول ملوش لازمه، في ناس تقول لي لازمه، وفي ناس تقول حاجة كتيرة جدا، بس انا جربته قبل كده في الحوض الهاي تيك زمان لما كان المهندس عبد السلام عامل واحد مصري وكنت شغال بيه، ما كانش بيطلع لي طحالب خالص، بس هو بيمنع ظهور الطحالب مش بيعالجها. يعني لو انت ظهر عندك طحالب خلاص بنسبة كبيرة بتبقى الموضوع صعب الى حد ما. فهو حاجة او طريقة من الطرق ان انت ازاي تحافظ على المية قبل ما يحصل طحالب. وكمان هو بيعمل بيحل المية او بيفكك جزيئات المية، فيظهر الاو 3 او الاوزون، يعني بيعمل كلين او بيطهر المية. حتى يقال ان هو بيمنع انتشار الميكروبات الخاصة بمرض السمك، بس ما يعتبرش علاج وما حدش اتكلم عليه ان هو علاج قبل كده. لكن انا كنت ملاحظ ان هو لما انا كنت بستخدمه السمك ما كانش قلما ما بيعي. يعني الحوض ده بعد ما شلت معظم الزرع اللي فيه وقلت اسيبه شويه، ركبت له فلتر ايهايم هانج على اليمين، اكتشفت فيه كميه جمبري كبيره. يعني النيوكاردينا كان فيه بالظبط 3، فما شاء الله زي ما انتم شايفين فيه كميه جمبري. فانا سايبه بس سايكل بس تشتغل شويه ويستقر الى حد ما، وبعد كده نبتدي نشوف هنزرعه ايه. الجذور دي بتاعت النبات بوتس بتاع الظل، وهو وضعه كده مناسب جدا. ممكن برضو تسحب شوية عناصر من عناصر الضارة او شوية مغذيات على الاقل اللي من الفيرمي بيعمل لها ريليس بشكل كبير، وسايب شوية من النبات اللي كان عندي اللي هو الكاربت اللي هو بيقولوا عليه بالمصري حلبة، ان انا مش فاكر اسمه العلمي قوي، بس كان انتشر وعمل شغل كويس. يعني فهنشوف الحوض ده هيستقر عليه، عشان انا مش هحلف ان هو لو مستقرش واحترمش نفسه هيتقلب كريستال زي اخواته. يعني احنا لسه هنشوف ان في حوض هنا اتقلب كريستال، لان ما شاء الله ربنا كرم باتش كبير واعداد كبيرة من اللي اتولدت في الاول، فابتدوا ياكلوا اكل الصغيرين ففصلتهم عشان الدنيا ما تتبهدلش. يعني فتعالوا نشوف حوض الكريستال شريمب. مش هكدب بقى لو قلت ان الحوض ده اللي واخد 90% من اهتمامي حاليا. بالنسبه للاحواض الثانيه الحوض ده مركز معاه قوي، ما شاء الله في طفرات اتولدت كتيره وفي حاجات كويسه بتحصل هنا. فعشان كده حتى لما انت بتلاقي حاجه ناجحه وماشية فعلا الموضوع ماشي كويس، فانت بتتعلق بيها. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الجمبري الصغير في الارض، ودول الماذرز او الامهات، دي واحدة حامل ودي فيميل جنبها تايجر، ودول المصورة الهاي جريد او مستواهم عالي. وما شاء الله الارض لو انت ركزت فيها هتلاقي فيها جمبري بشكل كبير. المميز في الموضوع ان معظم الجمبري اللي عندي الاناث اللي هم الكبار، وعندي 3 هاي جريد ميلز او ذكور مصورة. فعشان نستفيد من المستوى الكويس والحلو جدا بتاع المصورة بتلاقي يعني هم اللي هيخصبوا في الاغلب، فمعظم الطفرات هتبقى طالعة من نفس السترين ده او من نفس المستوى ده. فانت لو بصيت في الارض وركزت ما شاء الله الله اكبر هتلاقي حاجات كويسة وطفرات نادرة. يعني ده يقال اللي هو ماشي كان رفيع لوحده ده اللي لونه اسود شوية ده سوبر بلاك في الاغلب، ودي طفرة نادرة جدا. ده مصورة برضو، بص الهاي جريد بتاعه ما شاء الله طالع زيهم تاني في الصغيرين، وطالع مستويات تانية بقى. يعني
حاجات تانية، في سوبر ريد، في حاجات تانية ان شاء الله هنبقى نفوكس عليها ونركز معاها، وده في الاغلب من الحوض او الفكرة بتاعت الكريستال عموما. ان شاء الله باذن الله ناوي اكمل فيها حتى للموسم اللي جاي، لاني مش ناوي اسيبها دلوقتي الا لا قدر الله لو حصل حاجة، وربنا يستر. اتمنى طبعا ما يحصلش حاجة، تعرفين الجو هنا متقلب في مصر قوي، وموجات الحر خطر، وكان حصل عندي دروب فترة بسبب موجات الحر في الحوض ده، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا ستر واتلحق. ربنا كريم. لو حد بيفكر يعمل جمبري عموما، الفلتر ده يعني الفلتر اللي في الوش ده بيتباع منه هنا في مصر زيه، انا ده دوفن وجبت واحد جديد هنا من مصر صن الفلتر ده، الفلتر اللي هو بسفنجتين وموتور، او في برضو اللي بيشتغل على موتور هواء، لكن انا بفضل ده تحديدا لان السفنج بتاعه ما شاء الله كبير جدا زي ما انتم شايفين، دي كلها مساحات بكتيريا، فنادر قوي لما يحصل امونيا سبايك بغض النظر، او ارتفاع مفاجئ الامونيا بغض النظر عن اعداد الجمبري او السمك، يعني الجمبري عموما، وده معمول للجمبري تحديدا بغض النظر عن اعداد الجمبري اللي موجوده في الحوض. فحتى النيو كاردينا اللي هو الريتشيري بتاعنا والبلو دريم والحاجات دي، الفلتر ده مناسب قوي، مناسب ما شاء الله، وخدت منه نتائج قوية جدا ومحترمة جدا جدا جدا. فبيتباع هنا في مصر الصنصان بتاعه ب 300 جنيه، هوريه لكم لما نروح للحوض الكريستال التاني، لان انا عملت حوض الحوض الامازون، القاع الامازون الصغير ده اتفور، والحاجات اللي فيه كلها راحت، حوض قاع الامازون الكبير بقى حوض بقى شامل كوميونيتي كبير، شامل كل حاجة، حتى الرويال فيرويلا والريد ليزرد والجمبري اللي فيه والكلام ده كله ما شاء الله كله دخل خلاص في حوض قاع الامازون الكبير. واستغليت التاني عشان يبقى كريستال شريمب، لان على الاقل انا شايف لو انا هاخد راحتي فعلا في كريستال انا عايز 5-6 حوض يعني، عشان اقول لا ان انا هصنف وانتقي من الانواع وهعمل، وخصوصا ان انت طالع عندك 5-6 طفرات، فانت عايز ان انت تحافظ على الزخم اللي عندك ده كله، وفي نفس الوقت تبتدي تخش الموضوع بقى يعني بطريقة احترافية اكتر، فانت هتحاول ان انت تحافظ عليه. فالسيناريو او شكل الحوض عموما ده مناسب جدا للنيو كاردينا والكاردينا اللي هي الكريستال شريمب. تعالوا نشوف الحوض اللي محتاج صيانة ضروري جدا، واللي هو البلاداريوم بتاعي، لان بقاله فترة جديدة جدا، ممكن اخفها ممكن اوزعها، ولكن في الاغلب ان احنا هنحاول نعمله صيانة عشان اشيل الطحالب دي واحط موس من اول وجديد وافور الجزء اللي فوق ده خالص. غير كده التجربة تعرفين هي ممتعة وشكلها حلو، بس فعلا الموس عمل غزو في الحوض، سوري الطحالب عملت غزو، وكده كده الموس كان عامل غزو وابتدى كان كبر وشكله حلو، لكن المنظر اللي انتوا شايفينه ده الطحالب الصفرة دي بهدلت الدنيا خالص بسبب شدة الإضاءة، وده يبين لك ان برضو شدة الإضاءة يعني سلاح ذو حدين، يعني
ممكن تسرع نمو النباتات او تخلي النبات مستريح مثلا وياخد الاضاءة الكافية بتاعته مع انواع معينة، وفي نفس الوقت يعملك مشاكل في الطحالب كبيرة جدا جدا جدا. ده الحوض الجديد بتاع الكريستال شريمب اللي اتحط فيه ما شاء الله ما يقرب من 50-60 واحدة. دول كانوا محطوطين فوق الصغيرين فوق الكبار. الحوض التاني ما شاء الله ده الباتش الاولاني اللي انتجته بالفعل. في حاجات حلوة قوي كريستال، وفي دم صورة مستوى متوسط مثلا، شبه المصري اللي كان عندي بالظبط. يعني كل الباتش ده كله اللي انت شايفينه ده ما شاء الله ده انتاج العبد لله يعني. فهم دلوقتي قاعدين في الكورنر كده لان هم مضغوطين، ولسه طبعا اقلمة بياخد لهم يومين على الاقل على بال ما ايه ياخدوا على الحوض. ال زي ما انتم شايفين كده الديكور بتاع الحوض هو يعني التربه الامازونيا، السفنج، الفلتر السفنج الكبير اللي هو احسن حاجة انا شايفها ان هي حصلت في تاريخ الجمبري لحد النهارده. احسن فلتر انا استخدمته. ليه؟ لان السفنجتين الكبار دول كل دول بيبقوا بكتيريا، فبيديك مساحة كبيرة جدا ان انت تقدر تشتغل. وكمان انا استخدمت امبولات بتاعت البكتيريا الفرنساوي، مش عشان اسعر لكن عشان اسرع، مش عشان اسرع لكن عشان ااكد ان البكتيريا نامت كويس والدنيا ماشية تمام. بحب يعني الاحواض اللي انا مهتم بيها قوي وان انا خايف عليها قوي ان الدنيا ما تسرحش فيها وما بقاش في مشاكل كبيرة. يعني الكريستال لما بقاش مرتاح في حوض بيعمل مشاكل انت شايفينه ده، او المية جديدة عليه او بيعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ستريس، بيقعد في الكورنر وكأنه بيحاول يهرب من الحوض لما يبقى ويقف كده زي التمثال. لما يبقى الدنيا كويسة بتلاقي ابتدى يتحرك وياكل ويعمل والدنيا ما فيهاش مشاكل خالص. فعشان كده لسه الدنيا مش مستقرة. دول محطوطين امبارح الفجر، فلسه برضو محتاجين ياخدوا وقت. مركب لهم طبعا سيستم تعويض بخر ونظام تبريد من نفس الوقت عشان الدنيا ما تبقاش رخمة عليهم. كان غير كده زي ما انتم شايفين الحوض السيت اب بتاعه مظبوط الحمد لله، الدنيا كويسه لحد ما نطمن بقى على الباتش ده ان شاء الله ان هو ما حصلوش مشاكل او مش هيقع منه حاجه. الحوض المهم ده اهم حوض عندنا طبعا، اللي هو واخد ستايل اوريجينز الاصول، هو قطعه من النهر فعلا. انا بقى عملت ابديت للناس اللي ما شافتهاش وما حضرتش اللايف اللي فات. عملت الخشب على اساس ان هي جذور نازله من فوق، اكنه جذور شجره نازله من فوق عشان ياخد شكل ده، يدي مساحه للسمك اللي بيحب يستخبى اللي هو عارف نفسه كويس ان هو يبقى ظاهر اكتر وبشكل احسن، ويدي مساحات عوم اكتر. فده رقم واحد. رقم اتنين، انا جبت باندا كوريدورس 5، هما بيحبوا يعيشوا في مجاميع، واحسن حاجه للكوريز او كوريدورس الرمل الابيض، الرمل عموما، ان هو اي جرش خشن تاني بيقطع المستشعرات اللي في وشهم وبعد كده بيتوفاه الله، عشان لو حد مش عارف ليه كوريدورس بتموت عنده، وخصوصا الباندا والاستربايه والحاجات الحساسه. طبعا نقلت الرويال فرويل هنا، ما شاء الله لو هي حالفنا الحظ وظهرت هتبقى هتشوفوا ان هي فرق حجمها جدا. دي الكاتفش الجديده اللي كنت جبتها محمد وايلد اللي هي شفافه خالص، ده واجدة طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني هو الحوض ده ما بيحصلش فيه اهي الرويال فرويل بتعيش ازهى عصور حياتها هنا طبعا، عشان ما شاء الله الاكل متوفر على طول، الحوض كبير جدا وهم ثلاثة سواء هي او الاثنين التانية والريد ليزرد وهم صغيرين جدا على الحوض، فمستمتعين بوجودهم هنا. الديسكس وتعالوا نحط اكل كده عشان يظهر شويه سمك. بس انا ما شاء الله عندي ميل او ذكر بريست الموز هنا بالغ جميل جدا جدا جدا، عايز اوريه لكم برده. فتعالوا نحط اكل الدنيا بس كده، ناكل في الدنيا تتحرك وبعد كده نشوف مين اللي هيخرج.
الديسكس خرج، هو دلوقتي يعني بيخرج ياكل عادي مفيش مشكلة. وجبت اورنج بنزويلا كاتفش، انا بقى عشان كده اكلت، مستواها جميل جدا. دي من اخر رسائل الحاج محمد حلمي تقريبا، الرسالة اللي قبلها ده انا جايب الحاجات دي ساعتها منه، الكاتفش والديسكس والكلام ده. المرة دي نصفني طبعا، هما كانوا ثلاثة كانوا أربعة بقوا ثلاثة. ليه؟ واحدة نطت، يعني أول مرة أسمع عن ديسكاس ينط في حياتي كلها. ده الجري ده وعمل قلق، ده الجولدن كوليلوتش. هو جريت حد هاجمها ورخم عليها تقريبا، رمريزي والرومي نوز بقى والكاردينال والكلام ده، الحمد لله رب العالمين الدنيا تمام. الباندا بياكلوا هم مع الجولي كاتفش جوه. ودي الاورانج فنزويلا حجم صغير. الكوريدوراس عالم كبير جدا وعاملين له جروبات بره، والبريدنج بتاعه والكلام ده حاجه عميقه قوي والناس بتحبها، وبيعملوا له حوض مخصوص. وبره سبحان الله تلاقي يعني في تخصص قوي، يعني احنا الحاجات اللي بنعتبرها اوبشن بالنسبه لنا في الحوض الكوريدوراس، البليكوز الكلام ده، البريستن نوز يعني عيله البليكو برضو، الحاجات دي